هل تعلمون أن المتوقعات في أوروبا عندما يحال إلى التقاعد تكون له تخفيضات وامتيازات وتضمن له العلاج بالمجان في حنة، في الحين أن المتقاعد في المغرب ديك البركة ما كيفاش حتى للدواء ديالو ما عرفاش واش التقاعد حتى على المرض. يعني المعنى الحقيقي للتقاعد في المغرب هو متقاعد. ولا بأس أن أذكر بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيد الله له من يكرمه عند كبار سنه. ماذا ننتظر من الشباب في مقتبل العمر يرى والده الذي أفنى زهر شبابه في خدمة الوطن يتقاضى 10 دراهم شهريا مما يجعله عرضة للتسول؟ إننا بذلك نصنع شابا حاقدا على الوطن، على عكس توجيهات الملكية السامية الداعلة إلى غرس قيم المواطنة لدى الناشئة. وأختم بقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. صدق الله العظيم. شكرا سيدي الوزير. هناك من تدخل إضافي، الكلمة لكم سيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت. شكرا السيد النائب المحترم. كما قلت لكم هذه الوضعية ديال المعاشات حتى واحد ما يقد يقول أنها كافية أو نحن راضيين على هذه الوضعية وغنكتوفيو بها. الوقت اللي كان عندنا إمكانيات ونعملوا مجهود، والحكومة في 2023 دعمات الصندوق المغربي للتقاعد ب2 مليار درهم، ولكن خاص إصلاح جوهري ديال أنظمة التقاعد هي اللي غادي تمكننا باش نوصلوا نقولوا لواحد النسبة اللي غترضي الجميع. كما تنتوما ما قابلينش هذه الوضعية، مبدئيا كل مغربي ما غيكتفيش بهذه النسبة، ولكن خاصنا نواجهوا جميعا بالمساعدة إن شاء الله هذا الملف المشبك ديال أنظمة التقاعد.